السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا في زيارتنا الأولى لبغداد في 1996 مشروع الأضاحي. طبعا الطريق كان طويل، لندن، عمان، بغداد، وبعدين لقاء الوزير إلى آخره. في دروس كثيرة جدا مستفادة لابد نحن نتكلم عنها في أخلاقيات هذه الرحلة. أولا كان معي شاب متطوع من أمريكا. الخطأ اللي أنا عملته خطأ مهم جدا، وهو أن أنا لم أؤهله وأعطيله فكرة عن وعورة وصعوبة العمل في هذا المكان من خلال الاستعداد، من خلال ثقافة المجتمع، من خلال نوعية اللبس إلى آخره. لأنه كان الشاب ده شاب زي أي شاب من الشباب، يحب يكون أنيق، حتى أغلب ملابسه كانت فاتحة بيضة إلى آخر الشرابات، الجزمة اللي بيلبسها بيضة، وكان يجلس في الحمام يستحمى لمدة ساعة لربع أو ساعة، وكنا احنا بنفس الغرفة. فما كنتش عارف أعمل إيه معاه، وكان ده خطأي إن أنا ما عملتلوش يعني تقدمة للرحلة. فلما يعني أنا بقت الأمر يشتد إلى أن وصلنا، لأن احنا بنحمل الخرفان يوم الوقفة علشان نوديهم مسجد اسمه مسجد في حي الثورة عشان نذبح الأضاحي تاني يوم. الأخ واقف معانا حاطط إيده في جيبه وما بيعملش حاجة، والعمال بيشيل خرفان طلعوا نازلين. فأنا عملت حركة يعني جريئة وفيها مخاطرة على حياة الخروف، وقلت له أفتاد، قال لي نعم، قلت له امسكه، ترمي عليه خروف من الخرفان، فاضطر إن هو بيحتضن الخروف على صدره. ولما احتضن الخروف على صدره بدأت الملابس بتاعته يكون غورها لونها غير اللون اللي كان قبل كده، بدأ ينخرط في العمل كذلك، وبدأ بقى هو اللي يشيل ويودي إلى آخره إلى آخره. طبعا ده خطأ مني أنا شخصيا، إن أنا يعني ما عملتش المداخلة دي معاه قبل أن يأتي لبغداد وأقول له يعمل إيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، احنا كنا اتكلمت انا في الفقرة اللي في الحلقة الماضية عن ان احنا صرفنا الاموال في سوق السودة، وبدل ما كنا هنشتري 300 خروف اشترينا 600 خروف، و600 بقى 630، ربنا بارك في الامر ده. فالمشكلة ان احنا رحنا مسجد في حي اسمه حي الثورة انا وافطاب، فانا افطاب بياخد يوزع فيه داخل بغداد واحنا بنذبح، وانا كنت قاعد لوحدي براقب ذبح الايه 600 خروف. فاتضح لي في الاخر ان المعلاء اللي هو ايه، المعلاء اللي هو اللسان والزور والرئتين والقلب والكبد والطحال والكلاوي، ممكن يكون مع الخصاوي كمان بتاع الخروف، مش موجودين. فبص بقول للشيخ يا مولانا فين الحاجات دي، قال له هو بقى ولا انا في برملين بلاستيك كده، مش ممكن يكونوا برملين بلاستيك هم اللي فيهم الستوت ايه معلاء. فالمهم يعني ده درس من الدروس برضك، لما روح في حتة ده كده يكون معانا مجموعة من المتطوعين تعمل يعني حصر على كل شيء يخرج من الخرفان. طبعا انا لا اشك ان الشيخ ده وداهم للمصلين، لان انا لابد الناس اثق فيه، لكن بالتالي ده برضك خلق سيء مني في ادارة الموضوع، خاصة لما الكمية تكون 600 خروف يتوزعوا او يتذبحوا في نهار يوم العيد. الدرس التالي اللي اتعلمته ده كان درس قاسي ومؤلم مؤلم مؤلم مؤلم. في العصار كده بعد ما انتهينا من الذبح، وكان عندنا ما لا يقل عن 10 جزارين، كنت انا نايم في المظلة بتاعت المسجد. المظلة طبعا يعني المساجد هنا في العراق ليهم ساحة كبيرة جدا غير المسجد نفسه، غير ساحة المسجد نفسه. كنت نايم كده وبريح شوية في الظل بتاع المظلة دي، ولقيت امرأة عفيفة شريفة فقيرة ماشية ولبسة اللبس العراقي العادي اللي هو الغطاء الأسود ده، بتبص يمين وشمال كأنها تتلصص ولا تريد أن أحد يراها، وكل شوية توطي في الأرض وتشيل حاجة، توطي في الأرض وتشيل حاجة، توطي في الأرض وتشيل حاجة. أنا كنت مستغرب إيه اللي بتشيله، فتعرف ده أثار فضولي. لقيتها بنت العراق المجيد، العراق الغني، العراق الذي كان يساعد العالم كله، تشير اللي هو المصارين الخرفان اللي كانت مرمية في أرض، بتشيلها وبتربها وتحطها في كيس بلاستيك. المنظر ده ما زال يذبحني إلى يومي هذا. ده تاني منظر يذبحني يوم العيد وأنا في بغداد في عام 1996. المنظر الأول ذبحني في الصباح لما روحنا بقى نصلي صلاة العيد، دخلنا مسجد سيدنا العارف بالله سيدي عبد القادر الجيلاني. لم أرى رجل أو طفل يلبس ملابس جديدة، لم أرى رجل أو طفل يلبس جزمة جديدة أو حتى صندل جديد. فيعني دبحت في اليوم ده دبحتين. الدبحة الأولى
اللي هي الدبحة بتاعة الملابس دي اللي مش متوفرة للأطفال، والدبحة التانية اللي هي الدبحة بتاعة المرأة اللي شالت الايه المصارين من الأرض علشان تاخدها تعمل بيها شوربة، تعمل بيها شوربة لأولادها. ففي الزيارة دي كانت مؤلمة مؤلمة مؤلمة، وصفعتني على وجهي صفعات كثيرة جدا، لأن لم أكن أن العراق وأبناء العراق وأحفاد الحسين وأحفاد العلماء وأحفاد الخلفاء تصل بهم الحاجة إلى هذا المستوى، خاصة وأن العراق من أغلى دول العالم. فدي الأشياء اللي أنا تعلمت منها إن أنا أكبح جماح أخلاقي الثائرة لكي أستمر في العمل مرة أخرى، وآتي وأحول هذا الغضب وهذا التهاون في تعريف أفطاب بكيف يعمل في هذه المناطق، والتهاون في عدم وجود معايا متطوعين يراقبوا عملية الذبح، وحتى لو كان اللي بيذبح شيخ وعالم إلى آخره. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.